تغفل بس انا قصيدة يقول تدرون وين شغله وعز منياتي واول مطالبي وغايه منايه ليمسيت مؤمن وامن في حياتي ولا لحد بي دعوه ولا لي دعاي امسي بفرحه تكملت كمل امسي بفرحه تكملت واجباتي ولا مشيت امشي طريقه الهدايه واول همومي لا تفوت الصلاتي واللي معيك في غداية وعشاي هم بعد علمي هذا اشغل اسكاتي من كثر ما داريه بيح خفايا فكرت فيه سنين يلمع الماضياتي لين انكشف وضع النصف اخوياي من لا حسب وش قيمة المزبلاتي من لا حسب وش كلفة المزبلاتي مثل من نصلي بليا قرايه الناس فيهم من جميع الصفات وحسنهم اللي ما يحب الوشاية وشرهم من يحيى الميتات والحاق ددها والخبيل العاية واللي يشب النار بين الذوات هذاه يبغى له الحالة حكاية السالفة ما هي بهرجس عواتي لا والله أكبر خل عندك دراية اشرب دلوك من صف الصافيات شرب مدلو غير دلوك زراية واحسب حسابك لا يفوت الفواتي ترى العلاج خير منها ترى العلاج خير منها الوقاية نصف الكلام العجل خله يباتي بعض السوالف لو حلت لك دعاية لا تندفع لو في اندفاعك لا تندفع لو في اندفاعك رهات اصبر وشوف وين اتجاهها الرماية حسن التصرف يربح الخاسرات إلا إن كان القار يخطأ القراءة في حين أخذ الورد والصادرات وخذ على اللي ما ورد لك جباه اضرب من أولها على السايداتي واحذر من التطويل قدم المراية ترى الغرور يطمن العاليات والسد بزوده ما يعلى البناية والسيء اللي يتبعها حسناتي تمحو وهذا ثابت في الرواية وجزت لكم ما عرفت بحياتي عسى اليد ما خطاك خطايا والله هي صراحة فيها أبيات تنطبق